أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دنيانا، والتي نقدمها هذا الأسبوع من العاصمة المصرية القاهرة، ونتناول فيها قضية الاتجار بالبشر ومن ضمنها قضية الاتجار بالنساء، بالإضافة إلى مراكز إيواء النساء المعنفات في العالم العربي، وهي ظاهرة سنناقشها وربما تكون ظاهرة جديدة ومستحدثة في بعض الدول العربية. مراكز الإيواء، هل هي نادية ظاهرة مستجدة؟ ربما بالأردن أقدم الدول كما ذكرت لنا. هي ظاهرة كظاهرة منظمة، أعتقد أنها جديدة. يعني أود أن أشير بداية أنه على الأقل إحنا بالنسبة لتجربتنا لما بدأنا العمل في إيواء النساء لم يكن بذهننا دور الإيواء اللي هي اليوم، أو حتى دور، أو لم نطلع على أي تجربة على الإطلاق. كان فقط عندنا مشكلة نساء معنفات ليس لهم مأوى، فخصصنا غرفة داخل الجمعية للعمل لإيواء النساء بدون أي شروط، بدون النساء أي لإيواء لفترة. إيواء النساء يعني يأتون إليكم؟ نعم 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 بالتأكيد. يعني هل يمكن أن يعتبروا مختطفين من قبلكم بنظر المجتمع، لا لا، العائلة، البيت، لا، القانون؟ بالتأكيد لا، لسبب بسيط، لأنه الاختطاف بيكون إجبار السيد على الخروج. يعني على كل حال حاول أحد الأزواج اتهامنا بالاختطاف، والنائب العام يعني رفض هذا، كان مضحك طبعا، رفض الاتهام لأنه السيدة راحت وقالت أنا اللي رحت الاتحاد طلبت منه إيوائي. نعم. فالاختطاف بيكون عادة تحت سن 18، حتى لو طلبت الفتاة وفقا للقوانين العربية كلها يعتبر تحت سن 18 هو خطف إذا لم يكن ولي الأمر موافق على ذلك. نعم. من نادية شمروخ إلى نادية زكير، يعني ما هو تعريف مراكز الإيواء؟ عندما نقول مركز إيواء كي يعني يفهم المشاهد والمستمع، هو مكان معد لاستقبال الحالات النساء المعنفات، بيقدم لهم الخدمة الطبية والقانونية، الخدمة النفسية، خدمة الإيواء بشكل عام، إن هي تلاقي مكان تقعد فيه لفترة من الوقت لغاية ما تبدأ تحل مشكلتها، إذا كان ممكن ترجع تاني لأسرتها إذا كانت معنفة في أسرة، أو إذا كانت ترجع لبلدها إذا كانت هي أصلا من بلد تانية وتم تعنيفها في مصر. هل هو بحاجة لترخيص قانوني؟ أنت جهة رسمية قلتي. هو يعتبر مكان قانوني لأنه تابع لجهة قانونية. بالنسبة لك، هل هناك مراكز إيواء في مصر خاصة بمعنى تابعة لجمعيات أهلية؟ هو حتى لو تابعة لجمعيات أهلية بيبقى ليها إطار، يعني قانوني. إطار قانوني وليها إشراف من وزارة اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي عندنا في مصر. حليمة، هل أنتم يعني تتعاطون في مراكز إيواء؟ نعم نتعاطى في يعني، وجمعية اتحاد العمل النسائي كانت من الأوائل، من الجمعيات الأوائل في المغرب. يجري الاتصال بكم، تقول المرأة أنها معنفة فتأتي إليكم؟ نعم، هو عندنا يعني أماكن الإيواء، ولكن كما قال الأستاذ غير مشرعة، يعني لو يمكن تقول على أنها تحت غطاء، يعني ما معروفاش، ما أماكن، عندنا أماكن يجب أن لا تعرف. لماذا؟ لو عرفت ما الذي سيجري؟ ليس من طرف الدولة التي، يعني نخاف من الزوج، لأن من لست محمية، عندك أماكن تأوي فيها النساء، بس لو جاء الزوج يمكن يقوم ب يعني سكاندال، يدير يعني فضيحة أو فوضى، يعني عشان كده احنا. ولكن الدولة تحميكم من الزوج مع المرأة المعنفة؟ لا، الدولة رفع إيدها على حاجتي، عشان كده يعني الأستاذ ونحن في هذا المشروع مع الأخوات في اتحاد المرأة الأردنية، مشكورات طبعا، نحاول أن يكون هناك نظام للدولة تكون فيها مسؤولة، لأنه الدولة مسؤولة على حماية الناس، حماية الناس المواطنين جميعا، وخصوصا حماية المرأة المعنفة، هذه المرأة يجب أن تكون محمية. طب حليمة، هل تأتي المرأة إليكم؟ يعني طبعا عندنا رغم هذه المخاوف، رغم أنها غير طبعا محمية. لأن عندنا مراكز استماع، تأتي في حالة هستيرية، تأتي يعني في حالة عنف، ممكنش ما تلجأش، ما عندهاش ملجأ. العائلة كما تعرفون في الدول العربية هناك تقاليد، هناك كذا كذا، تأتي إلى العائلة، لا يمكن أن تقول أنها معنفة، ولو قالت أنها معنفة ستأتي بها العائلة وستردها إلى المنزل، منزل يعني الزوجية. سيختلف الوضع لو شرعت
تعطيكم طبعاً. حصانة أكبر؟ طبعا. وهل تترددون في استقبال المرأة المعنفة الآن لأن ليس لديكم غطاء؟ لن نتردد. هذه قضيتنا، إنها قضيتنا نحن. لو أردنا أن نتحدث الآن، كم مرأة معنفة وجدت إيواء عندكم الآن حاليا؟ لن أستطيع أن أقول لك العدد لأن تأتي ويذهبون على حسب يعني النساء هم يرغبون أن يبقوا. وطبعا نحن في المغرب كما أظن كنا نتكلم مع الأخوات في مصر أو في الأردن نفس الشيء، تأتي السيدة ونسمع منها ونرى هل هي محتاجة إلى 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 مساعدة اجتماعية ونفسية، وإذا أردت أن تبقى في الدور تؤمنون لها مسكن مثلا؟ طبعا أدور الإيواء هي مسكن. هل هناك جانب شرعي ديني يعيق هذه المسألة لجهة العادات والتقاليد ربما؟ لا سترة المرأة ما الذي يعني؟ لا أنا بس حابة أعلق شوي إذا سمحتي على موضوع التشريع وليه ضرورة التشريع. بالمناسبة كل الدول العربية وقعت على البروتوكول الخاص بحماية تجار البشر، مثلا وقعت على اتفاقية السيداو، أصبحت ملزمة أمام المجتمع الدولي. يعني دائما ما تقدم منظمات غير الحكومية تقارير الظل فيما يخص السيداو فيما يخص اليو بي آر، تقرير اليو بي آر اللي يقدم عمليا. فالدول العربية أصبحت تبادر إلى زي ما حصل في مصر زي ما حصل في الأردن يمكن في أكثر من دولة عربية، أصبحت هي تبادر لإيجاد دور إيواء تنفيذا لبعض الاتفاقيات. برزت إشكالية ليه إحنا اليوم عم نطرح شرعاً القانون ونطرح قانون بديل، لأنه الدولة واجبها الحماية وليس التوسط. الدولة مش وسيط بين الرجل وزوجته، الدولة مش تدعب دور وسيط، هي يجب أن تضع قوانين حامية لكل المستضعفين لكل المظلومين، وهي التي تحقق الوطن من خلال قوانينها اللي يفترض تكون صارمة وحازمة. المنظمات غير الحكومية هي تعبي الفراغ عادة. النساء المعنفات ضحايا لا يدينهن قانون، وبالتالي لا السجون هو مكان النساء كما هو حاصل في بعض الأماكن العربية لحماية المرأة فيلجأ لوضعها في السجن. إذن المأوى هو المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه المرأة المعنفة، ويجب أن تحصل على مكان آمن. المكان الآمن لا يكون في احترام الشديد يعني للأردن لمصر اللي بادرت بعمل مأوي أو دور إيواء رسمية ستتحول إلى سجن بالتأكيد. نعم بالتأكيد، لأنه بطبيعة الأشياء. ماذا عن سؤالي حول الشرع؟ يعني هناك معوقات لها علاقة بالشرع بمفاهيم. أنا شخصياً السؤال لسبب بسيط، لأنه لم يطرح علينا على إطلاق مشروع موضوع يعني أنتوا عم تطرحوه عم بتثيروه، بس بالواقع لم يطرح علينا. لأنه في مفاهيم أنه الرجل مسؤول عن المرأة والمرأة يعني يرد إلى بيت الطاعة. الشرع يترجم في قانون وترجم في قوانين الأحوال الشخصية. هيك فينا نحكي الشرع مش ماشي بالشارع. يعني أنا ما بهمني اللي بحكي بالشارع. قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي هي لسان الرجل بالضبط. هي كمان دينية وكمان دينية طبعا، هي أحد المعيقات طبعا، أحد المعيقات مش فقط في هذه القضية. تفضل أستاذ محمد القضاء. مش موافقة حكي أما حكي مش كان الله في عوني لأنني أمام أربع نساء هذا النهار أنتم تطالبون مقاربة النوع الاجتماعي وأنا الوحيد. وأنت قاضي كان الله في عوننا يعني. لا أنا لست هنا بصفتي الرسمية كقاضي لابد أن أحكم، الحكم لله. أريد أن أشير إلى ملاحظة هامة على مستوى المغرب. بطبيعة الحال كما قلت هناك حركة تشريعية مهمة جدا على مستوى ما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل. هذه الحركة التشريعية تجلت في ماذا؟ في المادة 32 من الدستور لسنة 2011 التي اعتبرت تفاعلا مع الأستاذة الفاضلة الأستاذة نادية، اعتبرت أن الدولة مسؤولة عن حماية أفراد الأسرة، الحماية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى غير ذلك. هذا في المغرب. هذا في المغرب. أنا أعطيك نموذج. ولكن هي تحدثت عن تناقض في هذا الموضوع. لا ليس لا تناقض أختي. أنا أقول لك يعني سمح لي الأستاذ، هذا دستور 2011. إحنا نتكلم عن تاريخ الإيواء في المغرب. يعني تاريخ كان يعني الآن نحن في صدد. وما نحن في صدد أن نقوم به هو
متماشيا مع دستورنا في المغرب. ولكن نحاول لحد الان نحن بحاجه لحمايه الدوله طبعا عشان المأوى نفسه. المأوى نفسه مش كما هناك مأوي بس في قانون تفعيل القانون، هي الفكره في التفعيل. ايوه التفعيل هو قوانين كبرى ودستور، لكن نحن لازلنا نطالب بتنزيل هذا الدستور لم ينزل بعد. يا استاذتي الفاضله تفضل. اهلا وسهلا. عباره لن اقول لم تعجبني، ولكن بالنسبه لي اثارت استفزازي ان قوانين الاحوال الشخصيه في الدول العربيه جاءت لصالح الرجل. نعم. لكن الأمر لا أعتقد ذلك، لكن على مستوى إذا بدك يلا على مستوى على مستوى المغرب مثلا، مدونة الأسرة كرست مجموعة من المبادئ الحقوقية في موادها 400. هذه المواد تنظم على قدم المساواة وحفاظا لكرامة جميع أفراد الأسرة مجموعة من الحقوق وتحمي مجموعة من الحقوق.